بدأ بزراعة الرمان أول شيء نقوم نحرث وسمها قطعة الأرض نحرثها ونقوم نغرسها تشكل غرس من مشاتل وقمنا بتسوية المشاريع نقرط الأرض ونسبرها خدة ونقبل نغرسها ونسويها على مشاريع وتبدأ من أول ما نغرسها تقعد 3 سنين لو ما تثمر وبعدها تثمر تحتاجها إلى السماد وإلى المبيدات وإلى وتقعد كم 8 شهور من أول ما نسقيها لو ما حتى تثمر وبعد ما تثمر نجي نوقفها من الماء تقعد 6 شهور دون ماء. نوقفها من الماء لأنها تحتاج بعد ما تكمل الثمرة تتعطش ضروري ما هي سابرة لا تتعطش أيام الشتاء وأيام لا ما يجوا فيها ثمرة. هذه زراعتنا زراعة الرمان نحتاج لها يعني نكون لها أرض لا جيب يعني أرض لا تكون لا قلوية ولا جي أرض خصوبة مناسب للرمان. عندما نقوم نشغل ونحرثها نكون لها خدود ونزرعها. عندما نقوم بغرسها الرمان نغرسها وعندما نغرسها نقوم لها بمشاريع قطارات لأنها ما بتقدر تحتاج المويه الكثير. سنة سنتين ساد تشتل تبدأ بالثمار وبعد الثمار نوسع لها الخدود نسقيها سقو حتى يجيب فيها ثمر أول سنة بعد عند ثمارها نوسع لها الخدود وتثمر نسقيها وردين أول ما نسقيها في وقت التناشي وقت تنشت الرمان يكون في أول الشتاء علشان يدخل الفقاع وهي فاقع تقوم بالزهر نسقيها وردين ورجع نخلها تقوم بالورق تلزم الزهر علشان نوقف عليها الماء علشان تلزم بالزهر مدة شهر كذا ورجع نسقيها حين تلزم بالزهر ونسقيها 8 شهور حتى الحصاد الجناء بعد الجناء ننتهي الجناء نخليها نعطشها بعد الجناء 5 شهور و 6 شهور علشان تثمر للحول الثاني. به نوع من المعوقات وشجر الأثمار هو يعني بياض دقيقي نسميها طفيان هذا هو من معوقات أشجار الرمان إذا ما قمنا بمكافحة له الأشجار بتنتهي والثمرة تنتهي على واحدة ما يكون يعني بل عملها سواء عليها يعني اليوم بالتحديد.
أنصح كل مزارع بأن يكون ويتعامل مع هذا الدمن، لأن الدمن ينفع أشجار الرمان وجميع الأشجار. فأشكال يعني من المبيدات ذا السمادات والكيماويات، أن الكيماويات بتجي لها بنقاز كثرة الأسمدة وكثرها. التسويق يعني أحياناً يكون عندنا فيه أسعار وتشجيع، وأحياناً لا بعض السنين. أما سنة هذا السنة الماضي وذي قبلها، فإنه جالنا يعني ما الناس واقها هابط بخس، جالنا أسواق بخس بالأسواق. أنصح كل مزارع لا يكون بالعجلة على تقديم وقت اللقطة، لقطة الثمرة، يعني خلوها ينتظرها ويخلها الوقت هذا ناضج الوقت الجناء، الله يتسارع، وهذا ذي هو السبب عليهم يكون خسارة عليهم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا
هذا العنب من أجود أنواع العنب، سواد وطراف ورازقي ومن كل من كل من كل جميع الفواكه. ليش بعضك في حروف بعضك؟ كيف فتح ولا عدنان؟ هذا عنبنا نقوم به من فصل الربيع، من أول فصل الربيع عندما نقوم به نقوم ننشي تنشه بالماء، بعد ما ننشيه بالماء نجلس له مدة 15 يوم ورجع نقوم نحطبه من المحاطب حقه، حتى بعد ما نكملها حطيب نوقفه من الماء 20 يوم علشان يفقع، يلا ينزل الماء يخرج الماء من المحاطب حقه، وبعد ما ينتج ويزهر فالعنب نسقيه ونعطيه دمان، دمان ما يكون لا سماد ولا، لأن السمادات هذه كيماوية ولا تنفع بشيء، ما بلا تمحق علينا العنب والزراعة، تمحق التربة. نجيبها نزرعها جذور جوه برايك، مشتى البرايك عندما نجيبه مشتى البرايك ونخليه مسدح، فذا ساعة يقدو مرفوع، عندما يقدو مرفوع نشرع له هذا الشرعة، نقوم له بأدعم هذا السمنت والأعواد والشرعة هذين ونشرع له، علشان ضروري نرفع لها علشان يدخل له هواء وشمس، لا أقعد نازل لأن لما جاء له لا هواء ولا شمس يمرض، يصيبها طفيان بياض دقيق. أول ما نجيب البرايك في غراسة البرايك نغرسها، نقوم ما بين البريكة والبريكة مسافة 4 متر 5 متر، لأن علشان بي يفقع يعني يكبر ويرجع يزاحم، هذا إن شاء الله يزاحم. وعندما نزرعه قدو برايك يجلس سنتين حتى يطلع قدو قامك، كذا نقوم له بقى الشرعة هذه أنواع العناب، منها هذا السواد اسمه السواد، ومعنا من نوعه طرف حبة ثاني، ونوع بياض، ونوع رازقي وامريكي وعاصمي. الأضرار والله بفضل الله وسبحانه وتعالى ما بشي أضرار، يعني شي قليل بنعاني في أوله، يجي لنا طفيان بياض دقيقي واللازق بي في هذا الأوراق، ونقوم بحثها في الطين ما نغير الأوراق ولا نتوعر في الغازات فيه، وأدنى يعني ينفعها حثي بالتراب بالطين. نواجه مشكلة من التجار اللي يقبلوا لنا بزبيب خارجي، فهذا بيكسر علينا الأسواق ويحطمونا يضرب المزارع.